خصوصا يعني هذا انا ما كنظن هذا المعاهد تطلب واحد معدل يعني لا باس به. اذا بالنسبه للاقبال، الاقبال هذه السنه كل سنه كيكون الاقبال احسن. شنو نرى من وجهه نظرنا ان الاقبال هذه السنه كان جيدا، التلاميذ جاءوا بكثره الثانويتين الموجودتين بالعيون، كلهم حضروا وكلهم طرحوا اسئلتهم على المدارس التي اختلفنا لانجاح هذا اللقاء. بالنسبه للمعدلات فكل تلميذ له حظ في متابعه دراسته، سواء كان معدله بين 10 او 12 او اكثر. كلما كان المعدل مرتفع كلما كان للتلميذ حظ في ولوج المدارس والمعاهد العليا التي تتطلب معدلات مرتفعه. ويمكن ان نذكر بعض الامثله كالمدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه، المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، كليه الطب ومعاهد اخرى. هذه المعاهد التي ذكرت تتطلب معدلات مرتفعه، ولكن هذا لا يعني ان التلاميذ الاخرين ليس لهم حظوظ، فهم ايضا لهم حظوظ في الالتحاق بمدارس اخرى التي لا تقل اهميتها عن المدارس الاخرى والتي لها افاق. والسلام عليكم. استاذ، شحال من مؤسسه شاركت في هذا اليوم التنويري؟ بالنسبه للمؤسسات التي شاركت في هذا اليوم التنويري حوالي 10 مؤسسات، منها ما هو عمومي ومنها ما هو خصوصي. كلهم من وجده؟ استضفنا مدارس من وجده، وعندنا مدارس جاوا من مدينه فاس. كاين جوج ديال المدارس جاوا من مدينه فاس، تحملوا عناء السفر وحضروا معنا لانجاح هذه التظاهرات.